السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. تحية جلالة السلطان المعظم حفظه الله إلى جلالة إمبراطور اليابان ينقلها سعادة سفير السلطنة المفوض لدى اليابان. في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، السلطنة تنتهي من مراجعة قانون المعاقين بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية. طرف النزاع اليمني والأمم المتحدة يعقدون أول اجتماعاتهم في الحديدة لاستكمال تطبيق خطط السلام الأممية في المدينة. الحكومة السورية تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ قرب العاصمة دمشق أطلقتها طائرات إسرائيلية. ونتابع في أخبار الاقتصاد. مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي يبحث إنشاء صندوق للمخاطر الزراعية بالسلطنة. وفي النشرة الرياضية تتابعون: الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تحيات وتمنيات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان نقلها سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة لدى اليابان لدى استقبال جلالة إمبراطور اليابان له في القصر الإمبراطوري في طوكيو لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان. وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد أعرب سعادة السفير عن تطلع حكومة السلطنة نحو تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مؤكدا سعادته أنه سيبذل كل ما في وسعه للرقي بعلاقات السلطنة مع اليابان. من جانبه عبر جلالة إمبراطور اليابان عن ترحيبه بسعادة السفير وحمله نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة، ومتمنيا لسعادة السفير التوفيق في أداء مهامه بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات. الانتهاء من مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوقهم وزيادة عدد مراكز التأهيل إلى 62 مركزا حكوميا وخاصا تضم أكثر من 5000 حالة مستهدفة من أهم التطورات التي شهدتها السلطنة هذا العام في مجال ذوي الإعاقة. هذا ما كشفته الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، رعى الحفل معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. من المستبعد تحقيق العدالة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال يوم دولي فقط، يوم واحد لن يسمن ولن يغني من جوع، وفي العالم يعيش أكثر من مليار شخص أو ما يقارب 15% من السكان مع شكل من أشكال الإعاقة، بينما تتجاوز نسبة الانتشار في السلطنة 3% لأشخاص لديهم إعاقات مختلفة. تستعد السلطنة حاليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، والذي سيكون مبنيا على السجلات الإدارية بما فيها السجل الخاص بالإعاقة، الأمر الذي يحتم على الجميع المبادرة بتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا السجل. ويرى هؤلاء في يومهم العالمي أن إعاقتهم التي لا ذنب لهم فيها تكمن بإدراك قاصر في عقلية البعض بمجتمعهم وليست في أجسادهم، ف
فكم من مبدع عرفه التاريخ عانى من إعاقات. ذهب متوس وقربها حبس كركي وما جيت واجد، فرحتونا في هذا اليوم وجزاكم الله خير. أحلى يوم كان عندي في حياتي. وشيء جب صورة بعدين أخلي شيء تحته عشان أطبع، بعدين أحدد في قلم، بعدين حلق خشب. آلام كثيرة تحطم نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة، فالقوانين تحمي حقوقهم لكنها أحيانا بنظرة اجتماعية ونفسية تتصادم مع الواقع، ليكون شريكا أساسيا في معاناتهم، يزيد إحساسهم بالعزلة ويشعرون أنهم من كوكب آخر. كلامنا نحن كان مدربين، ندرب في حديد نكاكا تسوي، يعني معاتين، يعني شارتين، يعني معاتين، يعني أنا خيط المخيطين خياطة ملابس لدامات رزقي على ناس خير، ما يسوي حبل وأنا وريشة أرمى. تحديات كبيرة تواجه ذوي الإعاقة، ويتعين على الجميع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تجدد السلطنة التزامها نحو الإنسانية، وتنير درب التنمية المستدامة بمبادرات وطنية ليبقى هؤلاء أصحاب الهمم العالية هم الأجدر بالأولوية من أجل تحويل الإعاقة إلى طاقة. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. بدأ في مدينة الحديدة اليمنية أول اجتماع للجنة التي تضم طرفي نزاع اليمني ووفد الأمم المتحدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار. وتناقش اللجنة في أولى اجتماعاتها مهام عملها في مدينة الحديدة، بالإضافة إلى تطبيق بنود الاتفاق المتعلقة بانسحاب المقاتلين من المحافظة. إن شاء الله بالأخوة سنتقدم إلى الحديدة إن شاء الله بأقرب وقت. يمن سعيد مجددا، حلم استحال على أذهان الكثيرين التطلع إليه على الرغم من مخرجات مباحثات السلام في السويد. غير أن مدينة الحديدة اليمنية بدأت تشهد باكورة شروط تحققه مع احتضانها أول اجتماع للجنة تضم طرفي النزاع اليمني ووفد الأمم المتحدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. وهذا المعاناة يجب أن تتوقف. But the reason why we scrambled in New York to come here on a very short notice before Christmas. والسبب إن إحنا كلنا ربينا أغراضنا بسرعة ونجي في أسرع وقت. Is to assist you. إذا مساعدتكم. We cannot solve your problem. إحنا ما نستطيع إن نحل مشكلتكم. We cannot solve your problem. إحنا لا نستطيع أن نحل مشكلتكم. You have to do that yourself. أنتوا لازم تقوموها بأنفسكم. الاجتماع إن كان يعقد وسط تبادل للاتهامات بخروق لوقف إطلاق النار المصدق عليه من مجلس الأمن الدولي، إلا أنه يعد ترجمة لإمكانية عقد لقاءات مماثلة ربما على مستويات أعلى لإنهاء الحرب التي تعصف بمقدرات اليمن منذ سنة 2014. وتتصدى اللجنة الأممية إضافة لمراقبة وقف إطلاق النار لملفات تتمثل في تطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب مقاتلي جماعة أنصار الله من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.
أعلنت الحكومة السورية أن دفاعاتها الجوية تصدت وأسقطت صواريخ إسرائيلية قرب العاصمة دمشق أطلقتها طائرات إسرائيلية عبر الأجواء اللبنانية، مشيرة إلى أن الدفاعات أسقطت معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، واقتصرت الأضرار على إصابة 3 جنود وأضرار بمخزن ذخيرة، في حين قالت إسرائيل إنها كانت تحمي نفسها من نيران مضادة للطائرات. عززت فصائل معارضة سورية مواقعها العسكرية عند خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة منبج، فيما يبدو أنه استعداد لعملية عسكرية للسيطرة على المدينة بدعم تركي. وتأتي تلك التعزيزات غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب نحو 2000 جندي أمريكي منتشرين في سوريا، حيث صعدت تركيا خلال الفترة الماضية من تهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بدءا من مدينة منبج شمالا وصولا إلى مناطق أخرى واسعة شمال شرق البلاد. في مؤشر على بدء تطبيع العلاقات بينهما، أعلنت الكوريتان الشمالية والجنوبية عن مشروع مستقبلي لتحديث وإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية عبر حدودهما. الإعلان عن هذا المشروع تم في احتفال رمزي حضره مسؤولون محليون من الجانبين بالإضافة إلى بعض المسؤولين الدوليين. قال مسؤولون إن الكوريتين عقدتا مراسم لإقامة مشروع يربط خطوط السكك الحديدية والطرق بينهما، وإن كان البدء في التنفيذ مستحيلا في ظل العقوبات المفروضة على البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية. ونقل قطار خاص مسؤولين وسياسيين كوريين جنوبيين وأفراد أسر شردتها الحرب لحضور المراسم. وذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن وفداً من كوريا الشمالية ومسؤولين من الأمم المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا انضموا إليهم. والمواد والاستثمارات اللازمة لبدء البناء محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة على برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية. وخلال المراسم تحدث كيم يون هيوك نائب وزير السكك الحديدية في كوريا الشمالية. تتوقف نتائج مشروع السكك الحديدية والطرق على شجاعة وإرادة شعبنا. لا يمكن أن نحقق الوحدة في أي مرحلة إذا ترددنا وأبدينا اهتماما بالدول الأخرى. وتصر واشنطن على بقاء العقوبات إلى أن يتخلى الشمال عن أسلحته النووية. وذكرت وزيرة النقل الكورية الجنوبية أن الجانبين سيجريان أبحاثا مشتركة أخرى وسيشرعان في أعمال التصميم على مدى عام أو اثنين. ارتفعت حصيلة وفيات التسونامي التي ضربت سواحل مضيق سوندا الإندونيسي إلى 373 شخصا، في الأثناء تمكنت فرق الإنقاذ التي تواصل جهودها للعثور على ناجين وضحايا جراء التسونامي من دخول مناطق كان قد تعذر الوصول إليها في السابق. وأعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا أنه ما يزال المئات الآخرون في عداد المفقودين. في الوقت نفسه انخفض عدد النازحين مع عودة العديد منهم إلى منازلهم بعد أن انتقلوا إلى ملاجئ بسبب شائعات عن وقوع تسونامي محتمل آخر. وفي إيطاليا ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 أجزاء الدرجة على مقياس ريختر مناطق بجزيرة صقلية. وأوضح مسؤول محلي بالجزيرة أن 10 أشخاص أصيبوا جراء تساقط لركام بركان جبل إتنا بالقرب من مدينة كاتانيا أكبر مدن جزيرة صقلية. ويعد هذا الزلزال الأحدث ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي ضربت
ضربت صقلية منذ بدء ثوران بركان جبل إيتنا الأكثر نشاطا في أوروبا، وتم تسجيل نحو 60 زلزالا بقوة أعلى من 2.5 أجزاء الدرجة على مقياس ريختر منذ بدء النشاط الأخير للبركان. مشاهدينا الكرام، نشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. معدن الأسرار في علم البحار، مخطوطة عمانية نادرة تروي في اليونسكو فصولا من إرث عمان البحري. جلالة السلطان المعظم حفظه الله إلى جلالة إمبراطور اليابان ينقلها سعادة سفير السلطنة المفوض لدى اليابان. في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، السلطنة تنتهي من مراجعة قانون المعاقين بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية. طرفان النزاع اليمني والأمم المتحدة يعقدون أول اجتماعاتهم في الحديدة لاستكمال تطبيق خطط السلام الأممية في المدينة. الحكومة السورية تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ قرب العاصمة دمشق أطلقتها طائرات إسرائيلية. دور الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في تقديم الخدمات والتحول الرقمي في خدمات المراجعين محوران رئيسيان استعرضهما ملتقى خدمات المراجعين الثاني الذي حمل عنوان التحول الرقمي في خدمات المراجعين. الملتقى استضافته جامعة السلطان قابوس وشهد مشاركات واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية، وحاضر فيه عدد من المختصين والمعنيين بخدمات المراجعين. عصر الرقمية قدم للبشرية حلولا ذكية مبتكرة ساهمت في تجويد خدمات المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنها التحول الرقمي في خدمات المراجعين، والتي أدت إلى تبسيط الإجراءات في مختلف الوحدات الحكومية. الهدف ان احنا نطرح تجارب ناجحه من في مجال التحول الرقمي للمشاركين جميعا من الوحدات الحكوميه، بحيث تكون في استفاده من هذا الموضوع ويتم تطبيقها لدى الوحدات التي لا زالت في طريق التطوير، بحيث يتم الاستفاده من التجربه، ما هي التحديات التي واجهت هذه الجهات. 400 خدمه في الاجهزه الذكيه تقدمها شرطة عمان السلطانية إلكترونيا بعدما كانت ورقية. مشاركة الشرطة كانت جدا فعالة في هذا المجال، وصلنا الحمد لله الآن إلى تقريبا 1,700,000 مستخدم في تطبيق الشرطة، والخدمات ستأتي تباعا بالنسبة للخدمات اللي هي تحل محل الخدمات الورقية الحالية. طبعا حتى الآن عندنا بالنسبة للخدمات المتواجدة في تطبيق هي خدمات مرورية، وخدمات تتعلق بالأحوال المدنية، خدمات تأشيرات، خدمات تفاعلية أكثر من خلال الإمكانية المواطنين والمقيمين والزوار. رحلة التحول الإلكتروني تمضي تباعا في وزارة القوى العاملة بربط 55 خدمة إلكترونية مع 200,000 مؤسسة حكومية وخاصة. احنا قللنا عدد المراجعين، من كان في ديوان عام الوزارة كان عندنا 1,300 مراجع، الحين تقريبا اقل من 100 مراجع يراجع الوزارة. هدفنا انه نحاول ما حد يراجع الوزارة، هذا اهم هدف عندنا. منظومة الرصد والتحليل في تعزيز الخدمات لإبراز أدوار دائرة التواصل الرقمي
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتجربة البرنامج الإذاعي بإذاعة سلطنة عمان البث المباشر مواضيع استعرضهما الملتقى ضمن مواضيع من جهات حكومية متعددة. تطوير الكفاءات الإدارية والفنية بالوحدات الحكومية وعقد لقاءات دورية بين دوائر خدمات المراجعين بهذه الوحدات مع تنظيم حملات توعوية للتعريف بالخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها هذه المؤسسات كانت من بين أبرز توصيات ملتقى خدمات المراجعين الثاني. صالح بن حمد الحبسي، جامعة السلطان قابوس، مسقط. تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك أهم ما جاء في لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة مع الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. أعلن مجلس البحث العلمي عن تمديد فترة الترشح لجائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه في دورتها الثالثة إلى 10 من يناير 2019، وسيتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي، حيث تتكون الجائزة من فئتين هما فئة النشر العلمي والتي تضم الباحثين من حملة الدكتوراه والباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه، على أن يكون موضوع البحث المنشور له علاقة باحتياجات السلطنة في مجال المياه، فيما ستكون الفئة الثانية في مجال الابتكارات وتنقسم إلى جزئين هما فئة الابتكار وفئة المبتكر الناشئ، والتي تم تخصيصها لطلبة المدارس من الصف 10 إلى 12 بهدف تعزيز الوعي بقضايا المياه من سن مبكرة. وينظم مجلس البحث العلمي هذه الجائزة بالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ووزارة التربية والتعليم. مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار للملاح العماني ناصر بن علي الخضوري مخطوطة عمانية مسجلة في سجل ذاكرة العالم في اليونسكو، ولها أهمية دولية كونها تحدثت عن الموانئ العالمية، كما أنها خلفت إرثاً حضارياً للملاحة البحرية العمانية، وتعد واحدة ضمن 9 وثائق مسجلة على مستوى الوطن العربي. التقرير التالي يسرد لنا مضامين المخطوطة التي أبرزها الملتقى الثقافي في مسقط. أسياد البحار العمانيون بوصلتهم خاضت عباب البحار ولم تخطي حساباتها طولا وعرضا ليصلوا إلى الكثير من الموانئ. ومن أشهر البحارة العمانيين الملاح ناصر بن علي الخضوري صاحب مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار، الراحل في العام 1962 للميلاد، الذي كان قبطانا شهيرا جاب الهند والسند والملبار وشرقي إفريقيا وجزر القمر وجزر السيشل والخليج وبلاد فارس والعراق، فمخطوطته مسجلة في ذاكرة العالم باليونسكو كأول مخطوطة عمانية نجحت السلطنة في إدراجها. نقف اليوم أمام ندوة مهمة تتناول مخطوط مهم هو من مخطوط التراث الإنساني اليوم أصبحت، وهي معدن الأسرار في علم البحار لمؤلفه الناصر بن علي الخضوري. ونعتقد أن هذه الندوة والندوات التي تقام لإبراز دور علماء العمانيين وأسهاماتهم في مختلف العلوم بما في ذلك علم الفلك وغيرها، حافظنا على هذا الإرث العظيم. ففي عام 1985 سلمناها مع كامل الأدوات الملاحية إلى وزارة التراث والثقافة، قاموا مشكورين بالحفاظ عليها أيضا وترميمها وإظهارها وإبرازها في المحافل الدولية سواء هنا في السلطنة أو في المتاحف والمعارض الدولية العالمية. في أروقة مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم
تدارس أكاديميون وباحثون شخصية النوخذة ناصر الخضوري كاشفين عن أسرار المخطوطة التي تحسب لحضارة عمان البحرية، وقد وصفوها بالقبلة لربابنة السفن، والنوخذ عالم على رأسه نار لواجهة علمية حقيقية يستفاد من مآثرها. على مستوى الوطن العربي كامل 21 دولة عربية فقط سجلت 9 وثائق، يعني هذه واحدة من 9 وثائق على مستوى الوطن العربي التي سجلت، وبالنسبة لعمان هي الأولى. يعني في دول عربية لا يوجد لديها أي وثيقة سجلت في سجل ذاكرة العالم إلى هذه اللحظة. هذه المخطوطة تميزت بانطباق جميع المعايير الفنية سواء كانت الأساسية أو المساندة التي وضعتها اليونسكو حول إدراك هذه مثل هذه المخطوطات. فبعد انطباق هذه المعايير أصبحت سجلا في السجل العالمي وأصبحت تراثا عالميا للإنسانية. بلاد الملاح العماني أحمد بن ماجد تلد ملاحين آخرين كناصر الخضوري الذي أصبح مؤلفه مرجعاً يتداول بعد رحيله، ومخطوطته تسكن في أبراج ذاكرة العالم هناك في اليونسكو. التاريخ دائماً يؤكد أن العمانيين هم من قادوا دفة علم البحار، فالمخطوطات تشير إلى أنهم سبروا أغوار البحار وعرفوا أسرارها، فمخطوطة معدن الأسرار في علم البحار جزء من هذا التاريخ. من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط. الأخبار الاقتصادية نتابعها مع الزميل أحمد بن راشد الهناي. أهلا بكم مشاهدينا. مناقشة اقتراح بإنشاء صندوق للمخاطر الزراعية بالسلطنة أهم ما تطرق إليه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وتطرق الاجتماع كذلك إلى تقييم السلطنة ضمن المؤشر العالمي للأمن الغذائي والتقرير الربعي للأسعار العالمية للسلع الغذائية والمخزون العالمي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مخاطر أو محاضر اجتماعات لجنة المناقصات الداخلية، بالإضافة إلى التطرق حول آخر مستجدات تطبيق نظام إدارة الجودة الإيزو. ترأس الاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الهيئة. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عددا من المقترحات التي تخص الاستثمار في أصول محلية وخارجية مختلفة، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على استكمال إجراءات الاستثمار في هذه الأصول وفقا للحصص المقترحة من جانب لجنة الاستثمار، والتي تأتي ضمن خطط الهيئة الرامية إلى التوسع في نشاطها الاستثماري جغرافيا وقطاعيا بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق العوائد. كما ناقش المجلس أوضاع العمانيين العاملين لدى بعض المنشآت وبحث المعالجات المقترحة لضم مدد الخدمة الخاصة بهم، إلى جانب الاطلاع على بعض الطلبات المتعلقة بموازنات المشاريع المعتمدة في المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية 2016-2020. ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة. ناقشت جلسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانيات وقدرات الشباب على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، الجلسة التي نظمها المركز الوطني للأعمال التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تطرقت إلى أهمية دعم توجه الشباب العماني للعمل الحر من أجل تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال خاصة في قطاع الصناعات الإبداعية. ومن جانب آخر نظم المركز الوطني للأعمال برنامج واصل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف التعريف بمنتجات المشاريع وخدماتها والسعي للحصول على استثمارات مالية لها. نظم بنك التنمية العماني فرع الكامل والوافي قطاع جعلان ملتقى حمل عنوان مستثمرو بنك التنمية العماني. الملتقى شهد نقاشات تناولت أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في محافظة جعلان بني بو علي، وكيفية مساهمة الجهات الحكومية في تذليل تلك التحديات والتعريف بما تملكه المحافظة من إمكانيات متنوعة وفرص استثمارية واعدة خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الملتقى وقع البنك اتفاقيتي تمويل المشروعين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأولى الخاصة بتمويل مشروع أعماق البحار والخاص بإقامة مصنع لتغليف وتجميد الأسماك، فيما كانت الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع مملكة المجد والمتخصص في الطب التجميلي. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير المقبل 3 دولارات و41 سنتا عن سعر يوم أمس الاثنين ليبلغ اليوم 50 دولارا و61 سنتا للبرميل. وفي آسيا تواجه أسعار النفط صعوبة في استئناف ارتفاعها بقوة اليوم في أجواء من الشكوك بشأن الاقتصاد الأمريكي والفائض في العروض المفرط من النفط، وبلغ سعر خام برنت القياسي 50 دولارا و35 سنتا للبرميل. ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة. شكرا أحمد. 80 فعالية سيقيمها النادي الثقافي في موسمه الجديد، بينها إصدار عدد من الترجمات بعدة لغات ومجموعة من إصدارات البرنامج الوطني لدعم الكتاب. كما يقيم النادي ندوة علمية بعنوان الصحابي مازن بن غضوبة أثره ورؤيته الفكرية. المشهد الثقافي في السلطنة بموسمه الجديد سيحفل بثمانين فعالية تتوزع على محاضرات وحلقات نقاشية وإصدارات وتدشين كتب وترجمات، بالإضافة إلى ملتقى سينمائي ومعارض فنية وحلقات نقاشية أدبية. ثيمة هذا العام هي عن التاريخ وصناعة المستقبل، وهذه الثيمة أتت يعني بعد عدة مقترحات لأنشطة وبرامج طوال العام، فاهتمامنا بالتاريخ بحيث أن يكون لنا تأسيس وتأصيل، ونحن ولله الحمد يعني دولة عميقة لديها من التاريخ الكثير، فهذه الثيمة تخدم المستقبل من ناحية دراسة الموضوعات التاريخية، دراسة الإنتاج الثقافي، مثلا عندنا ندوة عن الرواية التاريخية. إطلاق الموسم الجديد تزامن مع الاحتفال بخمسة وثلاثين عاما من العطاء الذي توج بافتتاح فرع محافظة مسندم والبدء في الاستثمار الثقافي من خلال تأسيس مقهى ثقافي سمي كوريان. ولن يقتصر هذا الموسم على النتاج العماني فقط، بل سيتاح المجال لمحاضرات كتاب المنطقة ومفكريها وطرح تجارب ثقافية خليجية. نحن انتقلنا من الكويت بلوحاتنا وجينا يعني أن نعرضها في عمان، هذا يحصل أيضا من فنانين عمانيين يجونا إلى الكويت يعني كثيرين على مستوى الفن التشكيلي والفن المسرحي من خلال المهرجانات المسرحية والمهرجانات التلفزيونية، فتجدنا في حالة تواصل واحتكاك دائم يعني، واعتقد ان هذا عامل من عوامل الإثراء. عدم اختصار الثقافة على الشارع العماني صار بال 2019 ثقافة عامة عربية عامة، دمج الثقافات مع بعض، استقبال أو استضافة الكتاب والرؤساء خلينا نقول الثقافي. الموسم الجديد سيطلق ترجمات لكتب عمانية إلى لغات أخرى ويحتفي بإصدارات البرنامج الوطني لدعم الكتاب، كما ستتواصل حوارات مجلس النادي بمواضيع متنوعة، فيما صممت مجمل الفعاليات لتتناول الجانبين النقدي والبحثي لتشكل في مجملها توصيفا لهوية هذا الموسم والتي جاءت بمسمى التاريخ وصناعة المستقبل. مشاهدي الكرام، ننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل عبد الله بن راشد الكعبي. أهلا بكم مشاهدينا.
قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي في اجتماعه اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة تأجيل الجمعية العمومية الاستثنائية التي كان مقررا لها أن تقام في السلطنة يوم الأحد المقبل الموافق 30 من ديسمبر الجاري. كما قرر المكتب التنفيذي توجيه الدعوات للاتحادات الخليجية لحضور النسخة 24 من بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها في قطر في ديسمبر 2019 ويناير 2020. وكان الاتحاد الخليجي للعبة قد منح قطر في 4 سبتمبر الماضي شرف استضافة خليج 23 بعدما تنازلت الدوحة عن تنظيم النسخة السابقة احتفاء برفع الإيقاف الدولي عن الكويت. يذكر أن المنتخب الوطني قد نجح في التتويج بالنسخة الماضية والتي أقيمت بالكويت بفوزه على المنتخب الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية للبطولة. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول القائمة النهائية للمنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا القادمة في الإمارات. قائمة المنتخب النهائية خلت من اسم لاعبي الوسط المنذر العلوي وعبد الله فواز والظهير الأيسر أحمد الكعبي. وكان الجهاز الفني قد استبعد في وقت سابق من الآن القائد علي الحبسي بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها مع فريقه الهلال السعودي. هذا ويخوض المنتخب غدا مواجهة ودية أمام الهند في أولى تجاربه الودية في معسكره الأخير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. تغلب المنتخب الوطني الأولمبي على نادي فنجا وديا بهدف نظيف على الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن معسكره الداخلي بمسقط. وجاء هدف المنتخب الأولمبي عبر اللاعب عمران الحيدي في مباراة شهدت الكثير من الانسجام بين اللاعبين الذين قدموا مستوى جيدا في المباراة. ويأمل مدرب المنتخب الوطني حمد العزاني من الاستفادة المثلى من المباريات الودية للتعرف على إمكانياتهم وانتقاء الأفضل لخوض تصفيات آسيا تحت 23 عاما، حيث سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر والنيبال وأفغانستان. هذا وسيواجه المنتخب الوطني وديا منتخب ميانمار في 7 يناير المقبل، كما سيواجه منتخب تونس في مبارتين وديتين يومي 12 و15 من الشهر ذاته. قدم 6 أعضاء من مجلس إدارة نادي السويق استقالتهم بشكل رسمي من رئاسة النادي بعد النتائج السلبية التي يحققها حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، حيث شملت الاستقالة كل من أمين الصندوق و5 أعضاء من مجلس الإدارة ليلحقوا بنائب الرئيس الذي قدم استقالته في وقت سابق من الآن. وأعزى الاستقالة الأعضاء إلى معاناتهم من القرارات الفردية لرئيس النادي الذي يقوم باتخاذها دون الرجوع لباقي الأعضاء أو حتى مناقشة ضمن اجتماع مجلس الإدارة. وتعيش جماهير نادي السويق في حالة قلق من مستقبل الفريق الذي سيشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في ظل عدم استقرار الأجواء في النادي، حيث سيلعب السويق في البطولة ضمن المجموعة 3 رفقة المالكية البحريني والعهد اللبناني والقادسية الكويتية. أقيم على شاطئ ولاية بوخا بمحافظة مسندم فعاليات سباق ترايثون بوخا 2018، والذي ينظمه نادي بوخا الرياضي الثقافي وسط مشاركة واسعة من مختلف محافظات السلطنة. رعى فعاليات السباق سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ محافظة مسندم. السباحة ثم الدراجات وختاما الجري، هذه هي مراحل سباق الترايثلون، وهو سباق يذكر بأنه انطلق من فرنسا في 20ات القرن الماضي. ويعد هذا السباق هو الأول من نوعه الذي ينظم في محافظة مسندم من بوابة نادي بوخا الرياضي الثقافي. سباق ترايثلون سباق دولي معروف، سباق اتحاد عالمي معروف، يعني لو فيه يعني 3 مسابقات اللي هي السباحة والدراجات والجري. أيضا هناك في حسب طبيعة المنطقة، هناك أيضا قد يكون سباق الجبلي وسباق تزلق أو تزحلق الجليد، على حسب المنطقة وحسب تضاريس المنطقة يقام هذا السباق. سباق الترايثلون أدرج للمرة الأولى ضمن أجندة المنافسات الأولمبية من خلال بوابة أولمبيات سيدني، وهو سباق منافسة متعددة المراحل متواصل ومتتابع تتضمن 3 مسابقات يشمل السباحة وركوب الدراجات والجري،
ويتم حسمه بالأسرع في الزمن الختامي للمنافسة بما يتضمن الأوقات الانتقالية بين السباحة وركوب الدراجات والعدو، وهو سباق يعتمد في طبيعته على التمرين المتواصل في الثلاث رياضات والمزج بينهم. تم تنظيمه بمستوى عالي، وتم تقديم خدمة الألعاب جميلة للمشاركين، وجميع المشاركين أدوا ببراعة، وجميع اللجان التي شاركت في السباق ترايثلون بوخا قدموا مجهود طيب. شاركتنا في شيء بالسباحة والدراجات الهوائية، وصراحة أول مشاركة لي والحمد لله حصلت على المركز الأول، والحمد لله وأشكر أن كل سنة يسويها المسابقات. يأتي تنظيم السباق ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات التي تدخل ضمن أجندة نادي بوخا الرياضي الثقافي، والتي نفذ بعضها خلال هذا العام، وينتظر تنفيذ بقية البرامج خلال العام القادم بإذن الله. نجم بن عبد الله الشحي من ولاية بوخا محافظة مسندم. النشرة الرياضية انتهت، عودة للزملاء وما تبقى من أخبار العاشرة، فتفضلوا للبقاء معنا. شكرا عبد الله. يحتل متحف اسطنبول الأثري مكانة مهمة بين المتاحف العالمية، حيث يتميز بموقعه الفريد في حديقة قصر توبكابي، أحد أقدم القصور العثمانية، كما يحتضن أكثر من مليون قطعة أثرية. ومما يجعل البنية المعمارية لهذا المتحف استثنائية ضمه لثلاثة متاحف مختلفة كأجنحة وأقسام تعكس زوايا متباينة من تاريخ تركيا. ثلاثة متاحف اجتمعت كأركان يقف عليها متحف إسطنبول الأثري، وهي متحف الآثار القديمة، متحف الشرق القديم، ومتحف قصر الخزف. تضم المتاحف الثلاثة أكثر من مليون قطعة أثرية تمثل معظم العصور والحضارات العريقة في تاريخ العالم كالرومانية والكنعانية. متحف الآثار القديمة هو الركن الرئيسي في متحف إسطنبول الأثري، وهو أول متحف في تركيا، كما يعد من أوائل الصروح في العالم التي صممت لتكون متحفا. يضم مجموعة مهمة من اللقى الأثرية، أبرزها تابوت إسكندر المقدوني المغطى بنقوش تصور بعض معاركه ومراحل من حياته، إلى جانب قطعة مأخوذة من بوابة عشتار. الآثار التي يعرضها هذا المتحف شواهد على تاريخ تركيا، وهي مرتبة حسب الأزمان في ثلاثة أقسام. الأول يحمل اسم إسطنبول على مر العصور، أما الثاني فاسمه الأناضول وطروادة على مر العصور، بينما نقشت عبارة الثقافات المحيطة بالأناضول قبرص وسوريا وفلسطين على مدخل القسم الأخير. يشغل متحف الشرق القديم مبنى سابقا لكلية الفنون الجميلة، ويضم مجموعة غنية من المقتنيات العائدة إلى أقدم حضارات الأناضول ومنطقة ما بين النهرين ومصر. ومن أهم كنوزه مجموعة ألواح الموزاييك الملونة المأخوذة من نصب بوابة عشتار، إلى جانب معاهدة قادش بين المصريين والحيثيين التي عقدت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهي أول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ الإنساني. وأخيراً متحف قصر الخزف الذي بني بأمر من السلطان محمد الفاتح، وهو من أقدم نماذج العمارة العثمانية المدنية في اسطنبول، وبحكم موقعه تم إلحاقه بالمتحفين الآخرين ليصبح ثالثهما، وتشمل معروضاته نحو 2000 قطعة من أواني السيراميك والأواني الخزفية العائدة إلى فترة السلاجقة. يتميز متحف إسطنبول الأثري بموقعه الفريد في حديقة قصر توبكابي، ويحتل هذا المتحف مكانة مهمة بين المتاحف العالمية لما تضمه أركانه الثلاثة من لقى وآثار كانت شاهدة على أكثر الحضارات الإنسانية عراقة على مر التاريخ.
مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تحيات جلالة السلطان المعظم حفظه الله إلى جلالة إمبراطور اليابان ينقلها سعادة سفير السلطنة المفوض لدى اليابان. في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، السلطنة تنتهي من مراجعة قانون المعاقين بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية. طرف النزاع اليمني والأمم المتحدة يعقدون أول اجتماعاتهم في الحديدة لاستكمال تطبيق خطط السلام الأممية في المدينة. الحكومة السورية تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ قرب العاصمة دمشق أطلقتها طائرات إسرائيلية. وفي ختام نشرتنا نشكركم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا لكم، في أمان الله، إلى اللقاء.